أنا وأخوي مروحين من الشغل على الدار، صفينا السيارة ونزلنا ماشيين مشي بإجرينا. عند ما تقدمنا وشفنا الشرطة والجنود وضلينا متقدمين، مش عارفين إحنا شو الوضع، شو يعني المفاجأة. بعد ما مشينا تقريبا عن الجنود 100 متر، اتفاجأنا إنه الجنازة كانت طالعة، وشفنا كمية كبيرة من الناس. فإحنا صرنا بالنص بين الجنود وبين الناس اللي طالعة في الجنازة. لما صار في ضرب حجار وصار في طخ، صرنا مش عارفين شو بدنا نعمل، وين بدنا نروح، كيف بدنا نهرب. إحنا علقانين بالنص بين الجنود وبين الناس اللي طالعة في الجنازة. فأخذنا قرار إنه بلاش يعني يصير فينا إشي، نهرب، نقطع الشارع ونهرب من المنطقة اللي بتوصلنا لدارنا، لأقرب منطقة نبعد عن الخبط. وأنا بقطع بالشارع، بس لفيت وجهي على اليمين أطلع على الجنود، أكلت مطاطة في عيني الشمال وقعت على الأرض. ما صحيتش على إشي، أجا الأمبولانس حملني من المنطقة. فأنا حكيت للدكتور، قلت له أنا إني ما بشوف في العين اليمين، قلت له أنا فاقد للبصر بالعين اليمين من وأنا صغير، وهي العين الوحيدة اللي بشوف فيها. وقعدت تقريبا ما يقارب شهر في المستشفى، عملت عمليتين خلال الشهر هذا، وبعديها نزلت من المستشفى وأنا فاقد للبصر، كفيف كلي، مش شايف ولا إشي.